بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز الطالب، في أكاديمية مدرسة الإمارة الدولية للطلاب، الصف الثاني أدبي. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى راح ننتقل إلى درس جديد، اللي هو عندنا التزايد، إذا عندنا والتناقص، إذا التزايد إذا والتناقص. العزيز الطالب، شو المقصود بالتزايد والتناقص؟ لو كان في عندنا اقتران، إذا كان عندنا اقتران، إذا عندنا اقتران مثلا بهذا الشكل، إذا عندنا اقتران بهذا، إذا عندنا الشكل، إذا هذا على فرض أنه هذا اقتران، اللي هو عندنا عبارة، لو سميناه اللي هو عبارة عن قاف سين. بنلاحظ إذا لو كان هذه سميتها مثلا عزيز الطالب، هذه ألف، هذه سميتها مثلا باء، هذه سميتها جيم، هذه سميتها اللي هي عندنا دال. إذا بنلاحظ إذا أن الاقتران، إذا عماله إيش عندنا؟ إذا كل ما زادت قيمة السين الاقتران، إذا عماله بزيد. إذا كل ما زادت إذا قيمة السين، إذا بنلاحظ إذا عزيز الطالب أن قاف السين شو مالها؟ إذا عمالها بزيد. إذا في هذه الحالة، إذا شو بنقول عن الاقتران؟ نقول عنه أنه متزايد. إذا هنا نقدر نقول أنه قاف السين، إذا هنا إذا عندنا قاف السين، إذا قاف السين، إذا عندنا متزايد. طبعا متزايد على أي فترة؟ من الألف إلى الباء، من الألف فاصلة اللي هو عندنا إلى اللي هو عندنا باء. بينما الآن لو انتقلنا من باء إلى جيم، إذا من باء إلى جيم، إذا بنلاحظ إذا الاقتران، إذا بنلاحظ إذا الاقتران، إذا عزيز الطالب، إذا كل ما في إيش هون عندنا؟ إذا عندنا قيمة اللي هو عندنا قيمة الصاد عم بتقل، وبالتالي إذا شو نقدر نقول عن قاف السين؟ إذا نقدر نقول عنه الاقتران متناقص. إذا قاف السين إذا عندنا متناقص. طبعا في الفترة اللي هي مثلا عندنا باء، إذا عندنا إلى جيم. هل لو انتقلنا من جيم إلى دال، إذا لو انتقلنا إذا عزيز الطالب من جيم إلى دال، إذا من جيم إذا عندنا إلى دال، بنلاحظ إذا عندنا الاقتران، إذا الاقتران لا بزيد ولا بنقص في هذه الفترة. إذا لا بزيد ولا بنقص، وبالتالي إذا بسمي إذا هذا اللي هو عندنا هذا الاقتران شو بسميه؟ إذا اقتران، إذا عندنا متنا، إذا اقتران ثابت. إذا قاف السين إذا عندنا ثابت. طبعا في الفترة اللي هي عندنا من جيم إلى دال، من جيم إذا عندنا إلى دال. بمعنى إذا عزيز الطالب، إذا كان عندنا اقتران جاهز معطينا الرسمة، بقدر الآن أستنتج، إذا بقدر أستنتج إذا وين بكون متزايد ومتى بكون متناقص، متى بكون ثابت. يعني بمعنى أن الاقتران في ثلاث أنواع، إذا إما متزايد أو متناقص أو إذا عندنا ثابت. الآن عندنا بالنسبة إذا للاقتران، إذا كانت رسمته إذا عندنا جاهزة، إذا نقدر، إذا زي ما حكينا نقدر نحكم عليه أو نقدر نوجد فترات تزايد فترات تناقص من خلال اللي هو عندنا الشكل اللي بعطينا اياه. هلا الان كيف بدي استخدم، الان عندنا التفاضل الاشياء اللي اخذناها، الان شو بدي اعمل؟ الان افرض الاقتران مش مرسوم اذا لدينا، اذا شو بدي اعمل؟ اذا بدي اوجد مش اللي هو عندنا الاصفار المشتقه الاولى، وبعدين بدرس اذا اشاره اذا عندنا المشتقه الاولى، وبعدين بقدر اطلع الاقتران من فترات تزايد وفترات تناقص له. إذا بمعنى إذا عزيز الطالب، إذا شو معنى إذا التزايد؟ إذا أو معنى التناقص؟ إذا التزايد بمعنى، إذا تزايد إذا بمعنى، إذا عزيز الطالب كل ما زادت قيمة السين هل قيمة الصاد تزداد ولا لا؟ التناقص هل الآن كل ما زادت قيمة السين إذا نقص الاقتران شو مسميه؟ إذا عندنا متناقص. إذا زادت قيمة السين وبقي الاقتران على حاله بمعنى أنه لا زاد ولا نقص، إذا نسميه اقتران ثابت، إذا نسميه اقتران إلا هو نسميه إذا عندنا اقتران، إذا عندنا ثابت. هذا عزيز الطالب إذا مقصود باللي هو عندنا أو مفهوم إذا عندنا التزايد إذا والتناقص إذا كان عندنا اقتران إذا مرسوم، إذا عندنا جاهز، إذا مرسوم جاهز. هلا الآن راح نناقش الأمثلة الموجودة في الكتاب، إذا عندنا المدرسي، إذا الأمثلة الموجودة عندنا، إذا عزيزي الطالب عندنا مثال رقم 2، إذا عندنا مثال رقم 2، مثال إذا عندنا رقم 2،
هذا المثال شو بيقول لنا؟ إذا عندنا جد فترات، إذا عندنا التزايد والتناقص، اللي هو عندنا للاقتران اللي هو عندنا قاف السين، اللي هو ايش يساوي؟ اللي هو عبارة عن سين تربيع. إذا زائد، إذا عندنا 4 سين، إذا زائد، إذا عندنا 3. أنا كيف بدي أوجد إذا عزيز الطالب فترات تزايد فترات تناقص لهذا الاقتران؟ الحل الآن، إذا شو بنعمل الآن؟ نوجد اللي هو المشتقة الأولى، إذا قاف فتحة، إذا عندنا لسين، إذا وتساوي 2 سين، إذا زائد، إذا عندنا هاي أول خطوة. وبعد ذلك إذا شو بساوي المشتقة؟ إذا الأولى بساويها بالصفر، قاف فتحة لسين تساوي صفر. طبعا يتضمن ذلك إنه 2 س زائد 4 تساوي صفر. يتضمن ذلك طبعا عندنا هنا السين ماذا تساوي؟ إذا السين تساوي، إذا عندنا سالب، إذا 2. هلا الآن س تساوي سالب 2، اللي هو بسموها إذا هنا قيمة السين الحرجة. يعني شو معنى قيمة السين الحرجة؟ يعني اللي خلط الاقتران اللي هو عندنا تساوي المشتقة تساوي اللي هو عندنا صفر، اللي هو بيكون في عندها نقطة تحول، يعني نقطة إذا عندنا تحول من تزايد إلى تناقص أو من تناقص إلى متزايد. إذا هذه اللي هو عندنا الآن شو بدنا نعمل الآن؟ إذا عزيز الطالب نضع إذا هذه القيمة إذا على خط الأعداد اللي هي عندنا هنا سالب، إذا عندنا 2، وبدرس إشارة إذا عندنا المشتقة. إذا بنلاحظ إذا الاقتران إذا على اليمين بده يكون إذا عندنا موجب، إذا عندنا بده يكون إذا موجب، بينما إذا على الشمال بده يكون إذا عندنا سالب. هذا طبعا ممتد من سالب ما لا نهاية إلى موجب إذا عندنا ما لا نهاية. إذا بنلاحظ إذا من خلال إذا إشارة الاقتران بنلاحظ أن الاقتران إذا عزيز الطالب شو ماله؟ إذا يتناقص إذا بهذا الشكل، وبعدين إذا ببلش إذا في الزيادة في الازدياد، أو بسموه إذا عندنا متزايد. إذا اقتران متزايد على الفترة إذا من السالب 2 إلى ما لا نهاية. وبالتالي إذا نقدر نقول الآن إنه قاف السين، إذا عزيز الطالب، إذا قاف السين إنه متزايد، إذا عندنا متزايد طبعا على الفترة اللي هي من السالب إذا عندنا 2 إلى ما لا نهاية، وبيكون متناقص، إذا عندنا متناقص إذا على الفترة، اللي هي عندنا من سالب ما لا نهاية، إذا من سالب ما لا نهاية إلى اللي هو عندنا سالب، إذا عندنا 2. هذا اللي هي فترة اللي هو عندنا إذا كيف بدي أوجد فترات التزايد فترات التناقص إذا لهذا اللي هو عندنا الاقتران. ننتقل الآن عزيز الطالب إلى اللي هو عندنا، شوف مثال، نناقش مثال رقم 3. إذا عندنا مثال رقم 3، مثال إذا عندنا 3، مثال 3. إذا بحكي لنا، إذا بقول لنا إنه عندنا قاف السين، إذا قاف في السين إذا إيش يساوي؟ اللي هو عبارة عن 48 سين، إذا 48 إذا عندنا سين ناقص سين تكعيب، إذا ناقص إذا سين، إذا عندنا تكعيب. قول لنا فجد إذا عندنا فترات، فجد فترات، إذا عندنا التزايد، والتناقص، إذا عندنا لهذا الاقتران، إذا عندنا الاقتران. هذا عزيزي الطالب، إذا عندنا بنفس الطريقة الآن كيف بدي أجد فترات التزايد، فترات التناقص إذا لهذا الاقتران؟ إذا بدي أشتق، أوجد أول شيء المشتقة الأولى اللي هي قاف فتحة لسين وتساوي إذا عندنا 48، إذا ناقص إذا 3، إذا عندنا سين تربيع. الآن بساوي إذا هذه المشتقة بساويها بالصفر، إذا قاف فتحة لسين تساوي صفر. إيش معنى هذا الكلام؟ إنه 48 ناقص 3 إذا عندنا سين تربيع إذا تساوي صفر.
لو طلعنا إذا هنا عامل مشترك إذا الثلاثة عزيز الطالب، إذا بضل عندنا هنا 16 ناقص إذا عندنا س تربيع تساوي صفر. هلا هذه عندنا فرق بين مربعين نقدر نحللها زي ما بتعرفوا. إذا بصير عندنا هنا هاي 4 ناقص إذا عندنا س، وكمان عندنا 4 إذا عندنا زائد س، وهذا كله بيساوي اللي هو عندنا صفر. إذا ويساوي صفر، وبالتالي إذا يتضمن ذلك إنه قيمة س ماذا تساوي؟ 4، أو س تساوي اللي هو عندنا سالب إذا عندنا 4. هلا على خط الأعداد، إذا على خط الأعداد بضع اللي هو عندنا الأعداد سالب 4، هلا عندنا موجب 4. هلا الآن برجع عندنا عزيزي الطالب المشتقة، إذا بنلاحظ إذا هنا عندنا معامل س تربيع سالب، وبالتالي إذا بده يكون إذا على الأطراف نفس معامل س تربيع، يعني سالب سالب سالب، وهنا كمان سالب، بينما في الوسط بده يكون إذا عكس الإشارة اللي هو بسموه نفس عكس، إذا عندنا نفس. طبعا هذا الاقتران بيكون متزايد، إذا بده يكون إذا هنا عندنا من سالب ما لا نهاية، وهون موجب إذا عندنا ما لا نهاية. وبالتالي إذا نقدر نقول إنه قاف السين، إذا الآن عندنا قاف السين شو ماله؟ إذا عندنا متزايد، إذا قاف السين إذا متزايد على الفترة من السالب 4 إلى لغاية اللي هو عندنا 4، بينما يكون متناقص، إذا متناقص على الفترة اللي هي عندنا من السالب ما لا نهاية، من السالب ما لا نهاية إلى السالب إذا عندنا 4، وكمان بالإضافة إلى الأربعة إلى ما لا، اللي هو عندنا 4 إلى ما لا إذا عندنا نهاية. هذا عزيز الطالب بالنسبة إذا لمثال رقم، إذا عندنا مثال رقم إذا 3. إذا بنلاحظ الاقتران إذا عماله إيش هون عندنا؟ إذا متناقص، إذا عندنا متناقص، بعدين إذا بيزداد أو يتزايد إذا بهذا الشكل، وبعدين الآن عندنا إذا ببلش في التناقص. هذا بالنسبة لمثال اللي هو عندنا مثال رقم إذا عندنا 3. في عندنا هنا تدريب، إذا عندنا تدريب إذا عزيز الطالب، تدريب رقم 1، إذا عندنا تدريب، إذا عندنا تدريب هذا رقم 1 اللي هو عندنا صفحة، إذا الصفحة 131، صفحة 131. اللي بيقول لنا إذا هذا التدريب إنه عندنا جد فترات تزايد وتناقص، إذا عندنا بيقول لنا إذا جد إذا فترات إذا عندنا التزايد، تزايد إذا كمان والتناقص، إذا والتناقص، إذا عندنا للاقتران اللي هو عندنا لكل اقتران لكل مما يلي، لكل مما إذا عندنا يلي. الآن يجي للاقتران اللي معطيني إياه إذا عزيز الطالب اللي هو رقم 1، إذا معطينا اللي هو عندنا هاء السين إذا يساوي إذا عندنا 7 إذا زائد إذا عندنا سين. إذا والرقم الثاني اللي هو عندنا الاقتران الثاني اللي هو عبارة عن قاف السين يساوي، إذا قاف السين يساوي إذا بين قوسين 2 سين ناقص، إذا عندنا 2 سين ناقص 4، إذا عندنا تربيع. هل الآن نيجي للحل، إذا هذا الاقتران، إذا نيجي للرقم 1 إذا عزيز الطالب، الآن شو بدي أعمل؟ طبعا إذا نوجد أول شيء إذا قلنا المشتقة إذا الأولى وتساوي طبعا 1. طبعا الآن إذا عزيز الطالب لو بدي أساوي إذا اقتران بالصفر، إذا عندنا إذا ها فتحة، إذا لسين قديش تساوي هنا؟ تساوي 1، وهذه لا يمكن إنها إذا تساوي، إذا لا يمكن تساوي صفر. إيش يعني هذا؟ إنه ما في عندنا صفر، إذا عندنا ما في عندنا صفر لهذا الاقتران. شو معنى ما في صفر؟ يعني ما في قيمة بتخلي المشتقة إذا تساوي اللي هو عندنا صفر عزيزي الطالب. وبالتالي هل هذا يعني الاقتران ما نقدر نوجد متزايد إنه متزايد أو متناقص؟ لا، لازم يكون في له إذا إحدى الحالات، إما متزايد إذا أو متناقص أو ثابت.
إلا الآن شو بدي أعرف إذا هذا الكلام؟ بأخذ أي عدد، إذا أي عدد يقع على خط الأعداد اللي هو طبعا قلنا خط الأعداد بده يكون ممتد من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية، اللي هو مثلا لو أخذنا أي عدد مثلا صفر واحد خمسة مليون إلى أي عدد، إذا بنلاحظ إن صورته اللي هي بتتكون إذا عندنا إذا زائد، وبالتالي إذا بده يكون إذا عندنا موجب إذا موجب كمان إذا عندنا موجب إذا موجب إذا موجب، وبالتالي إذا هذا الاقتران شو ماله؟ إذا شو بنقدر نقول عنه إذا عزيز الطالب؟ إنه متزايد. إذا نقدر نقول عنه إنه قاف السين، إذا هنا إذا نقول إذا قاف السين، إذا قاف السين متزايد، إذا عندنا متزايد، إذا على كل الأعداد إذا عندنا الحقيقية اللي هي ممتدة من السالب ما لا نهاية إلى موجب إذا عندنا ما لا إذا عندنا نهاية. هذا بالنسبة اللي هو عندنا لرقم اللي هو عندنا رقم واحد. هلا الآن رقم اثنين، إذا عندنا رقم إذا عندنا رقم اثنين بنوجد الآن بنفس الطريقة اللي هو عندنا قاف فتحة إذا عندنا لسين إذا وتساوي اللي هو عندنا اثنين ضرب إذا اثنين سين ناقص إذا عندنا أربعة ضرب مشتقة اللي هو عندنا اللي جوا اللي هو عبارة عن إذا عندنا اثنين. هذا ويساوي إذا إيش يساوي؟ اثنين ضرب اثنين إذا عزيز الطالب اللي هو عبارة عن أربعة ضرب اثنين سين ناقص إذا عندنا أربعة، بنساوي المشتقة إذا هنا إذا عندنا بالصفر، إذا نساوي المشتقة إذا عزيز الطالب إذا عندنا بالصفر. إذا الآن نقدر نقسم مثلا هنا على أربعة، لو قسمنا إذا هنا على أربعة وهاي كمان بقدر أقسمها إذا على أربعة، إذا بده يظل عندنا إذا هنا اثنين سين، طبعا هذه ما هذه بتروح، إذا بظل عندنا اثنين سين ناقص أربعة تساوي اللي هو عندنا صفر. الآن لو زدنا إذا هنا أربعة وهاي كمان زائد إذا أربعة، هذه ما هذه بتروح عزيز الطالب، يعني اثنين سين قديش تساوي؟ تساوي أربعة. الآن نقسم إذا هنا على اثنين وكمان هنا على اثنين، إذا اثنين مع اثنين بتروح، وبالتالي إذا بيكون إذا عندنا قيمة السين ماذا تساوي؟ إذا سين تساوي اللي هو عندنا اثنين. هلا الآن حتى نوجد إذا فترات التزايد فترات التناقص إذا على خط الأعداد إذا عزيز الطالب زي ما تعلمنا قبل شوي، اللي هو عندنا هذه اللي هي عندنا اثنين بنعين العدد اثنين، وبنلاحظ إذا عندنا المشتقة إذا هنا عندنا اثنين ضرب اثنين سين أربعة سين ناقص، وزعنا بنلاحظ إن معامل سين إذا هنا موجب، إذا معامل سين إذا عزيز الطالب إذا بده يكون إذا موجب، وبالتالي بده يكون الجهة الثانية اللي هو عكس، إذا هذا بتكون إذا موجب ما لا نهاية، وهنا سالب إذا عندنا ما لا نهاية. وبالتالي إذا عندنا إذا بيكون الاقتران إذا عندنا هنا متناقص، إذا متناقص وبعدين هما هون الاقتران عماله إذا عندنا بيكون متزايد. إذا فترات الآن إذا عندنا فترات التزايد والتناقص إذا بنقول عنه إذا قاف السين، إذا قاف السين إذا شو نقدر نقول؟ إذا متزايد إذا على الفترة عزيز الطالب اللي هي من اثنين إلى ما لا اللي هو عندنا نهاية، وكمان بيكون متناقص إذا بيكون متناقص من السالب ما لا نهاية إلى اللي هو عندنا موجب إذا عندنا اثنين. هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى تدريب اللي هو عندنا تدريب رقم واحد، تدريب رقم إذا عندنا واحد. الآن خلينا ننتقل كمان إلى في عندنا إذا عزيز الطالب بيقول لنا في طبعا معطيني رسمة، إذا رسمة إذا عندنا مثال ناقش مثال رقم أربعة، إذا عندنا مثال رقم إذا أربعة، مثال إذا عزيز الطالب مثال رقم أربعة، هذا صفحة طبعا صفحة 131 من الكتاب إذا عندنا المدرسي، إذا صفحة إذا عندنا إذا 131. هلا الآن إذا مثال رقم إذا أربعة، إذا صفحة قديش إذا حكينا؟ إذا صفحة 131، إذا صفحة 100 إذا 101 إذا عندنا وثلاثين. هلا الآن معطيني إذا عزيز الطالب، إذا عزيزي معطيني إذا هنا رسمة
اللي هي طبعا رسمة عندنا رسمة اللي هي قاف فتحة، إذا عندنا لسين، إذا رسمة قاف فتحة لسين، إذا بهذا الشكل. أو خلينا نظبطها أكثر من هيك. إذا هاي عندنا في عندنا إذا إذا هذا مستقيم، إذا بقطع عندنا بهذا اللي هو عندنا الشكل. طبعا هاي رسمة اللي هي عندنا قاف فتحة لمين، إذا عزيز الطالب اللي هي قاف فتحة إذا لسين، وبقطع الآن محور سينات في النقطة اللي هي عندنا اثنين. طبعا بقول لنا بدنا نجد فترات التزايد، إذا موجود بدنا نجد فترات، إذا عندنا التزايد والتناقص طبعا للاقتران قاف، للاقتران إذا عندنا للاقتران اللي هو عندنا قاف، طبعا معطيني هنا اللي هو قاف فتحة، إذا معطيني اللي هو رسمة قاف فتحة لسين. هلا عزيزي الطالب إذا شو بنعمل؟ إذا الحل الآن نرسم خط أعداد وبندرس إشارة المشتقة، إذا عندنا بهذا اللي هو عندنا الشكل، إذا هاي عندنا هنا اللي هو عندنا العدد، إذا عندنا اثنين، إذا عندنا اثنين، إذا على اليمين، إذا بده يكون، إذا عندنا نلاحظ إنه المشتقة على اليمين بتكون إذا عندنا موجبة، وبينما على الشمال بتكون إذا عندنا سالبة. وبالتالي إذا بتكون إذا هنا عندنا على اليمين إذا إلى ما لا نهاية، وهنا سالب إذا عندنا ما لا نهاية. إذا كيف عرفنا إنه إذا يعني بمعنى إذا عزيز الطالب لو أخذت أي قيمة أكبر من الاثنين بنلاحظ إذا هاي عبارة عن إيش هون عندي؟ إذا عبارة عن المشتقة، إذا صورة المشتقة إذا هون شو بتكون عندي؟ إذا عندها بتكون موجبة. بينما إذا أخذنا أي عدد أقل من الاثنين بنلاحظ إذا بتكون إذا عندنا سالبة. وبالتالي إذا شو بنقدر نقول الآن؟ إذا عندنا قاف السين، إذا عندنا هنا قاف السين، إذا نقول عنه متزايد، إذا عندنا متزايد من الفترة من الاثنين إلى ما لا اللي هو عندنا نهاية، وبكون متناقص، إذا متناقص إذا على الفترة اللي هي عندنا من السالب إذا ما لا نهاية إلى اللي هو عندنا الاثنين. متناقص من السالب ما لا نهاية إلى اللي هو عندنا فيه. هذا عزيزي الطالب بالنسبة إلى اللي هو عندنا، بالنسبة إلى اللي هو عندنا الدرس اللي هو التزايد عندنا والتناقص. إذا التزايد إذا عندنا والتناقص. هلا بنيجي إلى اللي عندنا حل الأسئلة، إذا عندنا خلينا نحل الأسئلة الواردة، إذا عندنا حل الأسئلة، إذا حل الأسئلة اللي هي عندنا الصفحة 132، صفحة 100 إذا عندنا 32. إذا حل الأسئلة الواردة في الكتاب صح. هلا الآن عندنا السؤال الأول، إذا بده فترات التزايد عزيز الطالب، قول لنا جد فترات، إذا فترات إذا عندنا التزايد والتناقص. لكل مما يأتي. الآن في عندنا ألف، إذا عندنا الاقتران اللي هو عندنا ألف، عندنا قاف السين، إذا قاف السين إيش يساوي؟ اللي هو عبارة عن ثلاثة، إذا ناقص إذا عندنا أربعة سين. هلا بنفس الطريقة إذا عزيز الطالب، إذا شو بدي أعمل الآن؟ بدي أوجد اللي هو عندنا، إذا عندنا الحل، نوجد إذا قاف فتحة، إذا عندنا لسين وتساوي عندنا سالب أربعة، طبعا قلنا سالب أربعة لا يمكن نقدر نساويها إذا عندنا بالصفر، وبالتالي إذا نأخذ اللي هو عندنا، إذا نأخذ إذا عندنا إشارتها مباشرة على خط الأعداد، على خط الأعداد، وبالتالي إذا هذا بده يكون إذا من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية، بنلاحظ لو عوضنا بالمشتقة أي عدد بنلاحظ إذا بتكون إذا عندنا سالبة، شو بتكون عندي؟ بتكون إذا عندنا سالبة.
هلا الان كمان شو في عندنا هنا الان، بنلاحظ اذا عندنا نقدر نقول انه اذا قاف السين، اذا قاف السين اذا متناقص، اذا عندنا متناقص على الفترة اللي هي من سالب ما لا نهاية الى موجب، اذا عندنا ما لا نهاية اللي هي كل الاعداد اذا عندنا الحقيقية. هذا عزيزي الطالب بالنسبة الى الف. خلينا نشوف اذا باء، الان هنا عندنا باء، إذا باء إذا معطينا الاقتران اللي هو عندنا قاف السين، إذا قاف السين يساوي ثماني سين، ثمانية سين ناقص عندنا سين تربيع، ناقص سين إذا عندنا تربيع. هلا بنفس الطريقة إذا عزيز الطالب إذا نيجي الآن للحل، مشتق الاقتران إذا مشتقته إذا قاف فتحة إذا عندنا لسين، والمشتقة شو تساوي اللي هي عبارة عن ثمانية ناقص إذا عندنا اثنين سين، وبساوي المشتقة طبعا الآن عندنا بالصفر، ثمانية ناقص اثنين سين تساوي صفر، يعني هنا سين ماذا تساوي إذا عزيزي الطالب؟ إذا سين تساوي أربعة. وبنضع إذا على خط الأعداد إذا هذا العدد اللي هو عندنا هاي الأربعة، طبعا بده يكون اقتران مجاله من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية. طبعا الإشارة المشتقة إذا على اليمين تكون إذا عندنا هنا سالبة، إذا سالبة، وعلى الشمال بتكون إذا عندنا موجبة. وبالتالي إذا نقدر نقول الآن إذا عندنا قاف السين، إذا عندنا قاف السين إذا متزايد، إذا قاف السين متزايد على الفترة من أربعة، إذا عفوا متزايد من متناقص، إذا عندنا متناقص، إذا متناقص إذا عزيز الطالب من سالب ما لا نهاية إذا لعند إذا عندنا الأربع، بينما بكون متزايد، إذا بكون متزايد على أي فترة؟ إذا بكون متزايد على الفترة من أربعة إلى ما لا اللي هو عندنا نهاية، أربعة إلى ما لا إذا عندنا نهاية. هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى فرع اللي هو عندنا فرع باء. خلينا نشوف الآن فرع جيم، إذا عندنا فرع جيم، إذا فرع جيم بحكي لنا إنه إذا عندنا قاف السين يساوي، إذا عندنا قاف السين ماذا يساوي؟ اللي هو عبارة عن أربعة سين تكعيب، إذا عندنا أربعة سين إذا عندنا تكعيب ناقص ستة سين تربيع، إذا ناقص ستة إذا سين تربيع زائد اللي هو عندنا اثنين. هاي اللي هو عندنا جيم. الآن بنفس الطريقة إذا شو بدي أعمل؟ بوجد إذا قاف فتحة إذا عندنا لسين، إذا وتساوي اللي هو عبارة عن 12 إذا عندنا سين تربيع ناقص إذا عندنا 12 سين. الآن بساوي المشتقة طبعا إذا عندنا بالصفر، إذا قاف فتحة لسين تساوي صفر، طبعا يتضمن ذلك إنه عندنا 12 إذا سين، بطلع عامل مشترك بضل عندنا سين ناقص إذا واحد يساوي صفر، بمعنى إنه سين تساوي صفر، أو إذا سين تساوي قديش عزيز الطالب؟ سين تساوي واحد. الآن على خط الأعداد إذا ندرس الآن إذا عندنا التزايد إذا عندنا والتناقص، إذا عزيزي الطالب إذا هاي إذا بنعين اللي هو عندنا هاي الصفر تتيجي هون، والواحد كمان على يمينها، بنلاحظ إذا بناخذ الآن اللي هو إشارة المشتقة، إذا بده يكون إذا على الأطراف بده يكون إذا عندنا هنا موجب، إذا موجب، وكمان إذا بده تكون في الوسط إذا سالب سالب، إذا عندنا سالب، وهاي بده تكون سالب ما لا نهاية، وهاي كمان إذا عندنا موجب ما لا نهاية. وبالتالي إذا بنقدر نقول الآن إنه قاف السين، إذا عندنا قاف السين إذا عندنا متزايد، إذا متزايد على الفترة من واحد إلى ما لا نهاية، إذا من واحد إلى نهاية ما لا نهاية، وكمان من سالب ما لا نهاية إلى اللي هو عندنا الصفر، بينما يكون متناقص، إذا عندنا متناقص إذا على الفترة المفتوحة المغلقة عفوا من صفر إلى اللي هو عندنا واحد. هذا بالنسبة إلى اللي هو عندنا فرع جيم عزيزي الطالب. هلا خلينا ننتقل إلى فرع دال، اللي هو عندنا إذا فرع اللي هو عندنا فرع دال، بحكي لنا إنه قاف السين، إذا عندنا قاف السين ماذا يساوي؟ اللي هو عبارة عن سين زائد اثنين،
إذا س زائد، إذا عندنا 2 مضروبة في س زائد 3، مضروبة في س إذا زائد اللي هو عندنا 3. هلا الآن بنفس الطريقة، إذا عزيز الطالب، إذا شو بدي أعمل الآن؟ بدي أوجد اللي هو عندنا المشتقة. إذا عندي قاف فتحة، إذا عندنا لسين، إذا وتساوي الآن. طبعا الآن عندنا حسب القاعدة اللي أخذناها، إذا عزيز الطالب، الأول اللي هو عندنا سين زائد عندنا 2 ضرب مشتقة، لأنه حاصل ضرب الآن هون، إذا ضرب 1 زائد الثاني اللي هو سين زائد عندنا 3 ضرب مشتقة الأول. هلا الآن بفك إذا هذه الأقواس، إذا بصير عندنا سين زائد إذا 2 زائد سين زائد إذا عزيز الطالب زائد 3. وهنا بقدر أجمع السين مع السين، بده يعطيني 2 سين، وبجمع 2 زائد 3 بده يعطيني 5، وهذه كلها ماذا تساوي؟ بساويها بالصفر. الآن بحل إذا هذه المعادلة. إذا هنا الآن لو طرحنا سالب 5 وهون كمان سالب إذا 5، إذا بنلاحظ إذا عندنا راح يكون عندنا 2 سين تساوي إذا سالب 5، بمعنى إذا عزيز الطالب سين ماذا تساوي؟ اللي هي عبارة عن سالب 5 إذا على 2. إذا سين ماذا تساوي؟ إذا سالب 5 على 2. هلا على خط الأعداد، إذا نضع الآن إذا هذه القيمة، إذا على خط، إذا عندنا على خط الأعداد، إذا هاي عندنا سالب إذا 5 على 2، وبشوف إشارة اللي هو عندنا اللي طبعا الآن عندنا على اليمين هنا 2 سين، يعني بمعنى إنه بدها تكون إذا هنا عندنا موجبة، إذا موجبة، إذا موجب، وهنا بده يكون إذا عندنا سالب، طبعا من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية. وبالتالي إذا نقدر نقول الآن إذا عزيز الطالب إنه قاف السين شو ماله؟ إذا متزايد، إذا متزايد إذا على الفترة من سالب اللي هو عندنا 5 على 2 إلى موجب ما لا نهاية، موجب ما لا نهاية. وكمان يكون عندنا متناقص إذا على الفترة اللي هي من سالب ما لا نهاية إلى اللي هو عندنا سالب إذا 5 إذا على 2. هذا إذا عزيز الطالب بالنسبة إلى اللي هو فرع، اللي هو عندنا فرع دال، فرع اللي هو عندنا دال. هلا ننتقل إلى السؤال رقم اللي هو عندنا سؤال رقم إذا 2. إذا عزيز الطالب، إذا عندنا سؤال رقم إذا عندنا 2، سؤال رقم 2. طبعا السؤال رقم 2 معطيني رسمة، إذا هون نرسمها رسمة تقريبية عزيز الطالب، موجودة عندك بالكتاب. هلا الآن بقول لنا إنه عندنا الاقتران إذا بهذا الشكل، إذا عندنا كمان إذا بيكون تقريبا طبعا رسمة تقريبية. إذا هاي رسمة اللي هي قاف السين، رسمة إذا عزيز الطالب اللي هي قاف إذا عندنا السين. هلا الآن بيقول لنا بدنا نجد فترات التزايد والتناقص للاقتران. طبعا هون الرسمة مش رسمة قاف فتحة لسين، بدي انتبه إذا عزيز الطالب، بدي أركز الآن. إذا بدنا نجد فترات التزايد من خلال الاقتران نفسه. إذا بنلاحظ إذا عزيز الطالب كل ما زادت قيمة السين هنا، بنلاحظ إذا إنه قيمة الصاد إذا عمالها إيش؟ بتقل، وبالتالي إذا كل ما زادت قيمة السين إذا الاقتران عماله إذا بقل أو بنقص الآن. إذا بنقدر نقول الآن إذا قاف السين شو مالها؟ إذا الاقتران إذا قاف إذا السين إذا بكون متناقص، إذا متناقص إذا على أي فترة؟ من السالب ما لا نهاية إذا إلى غاية اللي هو عندنا الصفر، إذا لغاية إذا عندنا صفر. وكمان إذا بنلاحظ إذا عندنا الاقتران عماله إيش هون عندي؟ عماله بزيد إذا في قيمته، إذا بزيد كل ما زادت قيمة سين إذا يزداد حتى يصل إذا عندنا لمنطقة معينة. إذا وبالتالي إذا كمان هنا نقول عنه إذا متزايد، إذا متزايد إذا على الفترة. طبعا هنا في عندنا العدد 2، إذا بده يكون متزايد على الفترة من الصفر إذا إلى الاثنين، إذا من الصفر إذا عزيز الطالب من الصفر إلى اللي هو عندنا الاثنين، وبكون متناقص كمان، متناقص من وين؟
من الاثنين، إذا عندنا من الاثنين إلى ما لا، اللي هو عندنا نهاية، من اثنين إلى ما لا نهاية، بيكون كمان شمال وعجيز الطالب بده يكون متناقص، كمان مغلقة، إذا من عند اثنين كمان بتكون عندنا مغلقة. هذا بالنسبة إذا عندنا، إذا جابنا اقتران اللي هو رسمة قاف، إذا عندنا لسين. اللي ظل عندنا إذا عزيز الطالب آخر سؤال اللي هو عندنا سؤال رقم 3. إذا سؤال 3، إذا شو بقول لنا؟ إذا عندنا بين أنه إذا عندنا قاف السين، إذا عندنا قاف السين إذا ويساوي عبارة عن سين تكعيب، إذا سين تكعيب زائد، إذا عندنا اثنين، إذا عندنا سين زائد 5. هذا الاقتران، إذا بنبين إنه إيش الآن؟ بنبين إنه متزايد، إذا بنبين إنه هذا متزايد على كل الأعداد، إذا على حا يعني متزايد على كل الأعداد الحقيقية. الآن حتى أبين هذا الاقتران، ما دام إنه ما في عندنا مش مرسوم، إذا شو بدي أعمل إذا عزيز الطالب الآن؟ الآن باجي بدي أوجد، إذا الآن بوجد اللي هو المشتقة الأولى، إذا بقول قاف فتحة، إذا عندنا لسين وتساوي 3، إذا عندنا سين تربيع زائد، إذا عندنا 2. طبعا الآن بنلاحظ إذا عزيز الطالب السين تربيع دائما بتكون موجبة، وضربناه في عدد موجب بظل عندنا موجب زائد، إذا عدد موجب، وبالتالي إذا هذه بتكون أكبر من الصفر. إذا لكل سين لأي عدد حقيقي، إذا لأي إذا عدد إذا هنا حقيقي، يعني لو أخذنا أي عدد هنا على الأعداد الحقيقية بنلاحظ عوضناه في المشتقة، لا يمكن أن يكون أقل من الصفر، دائما يكون متزايد، إذا يكون أكبر من الصفر. وبالتالي إذا شو بنقدر نقول؟ إذا قاف السين شو ماله هنا؟ إذا متزايد، إذا متزايد إذا على اللي هو عندنا على حق. هذا بالنسبة اللي هو عندنا عزيز الطالب إذا هذا السؤال، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى.